طب يا بهوات، دومتي سوبريم كانوا سبونسر لحلقه تمسك نفسك اللي فاتت اللي لسه من كام يوم، اللي كبست عليهم فيها ودخلت لقيتهم عمالين يضحكوا وبتاع مش عايز هزار، فقررت اوري البهوات ازاي يعملوا حلقه جديده ومختلفه زي سندوتشات دومتي سوبريم المختلفه والجديده دي. عيش جديد، توابل بقى مليانه توابل، الحلقه والسندوتشات مختلفه جدا. عملت البهوات استدعاء ولي امر عشان نشوف مستواهم، يلا بينا. المهم نتعرف. شوف هتاخدها ازاي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده نضارتك؟ انا بص والله كل مره كده ماشي، كل مره اخد منك. لا هياخدها. لا احنا هنساند حضرتك دلوقتي، يلا يا ماما. ايه ده؟ لا لو كده والله البسه اهو. خليك قاعد كده بقى. الوحيده هيتجنن. خدش معايا فنان. معانا احمد عصام ومامته، اتعرف بيكوا. اسمه اسم الفريق ابن حنان مصفي. هاي اسم الفريق بتاعنا. ايوه امي وامي امي. عشان تعرف انه شبهي. عشان تأكدك انه شبهي. نفس الحروف ولكن يدوب اسم متغير. اول فقرة معانا هي فقرة ارزع. انا اسأل نرزع على البقرة عشان تاخد فرصة في الاجابة. اللي هيرزع ويقعد يفكر ويعمل نخسر منه على طول. السؤال اجابته الصح 10 درجات، اجابته الغلط ننقص 5 درجات. من هو الملك بيبي الثاني؟ ايه بيبي يعني؟ ايه من هو؟ ما هو بيبي. صح صح. عامه انت قريبه من الاجابه. ف احنا في تاريخنا حد كان بيتقال له يا بيبي؟ اسمه معبر عن الاجابه على فكره. اسمه معبر عن الاجابه. يا كان بيعمل. لا 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 اكيد اكيد مش ده اللي دخله التاريخ. اكيد مش ده. بس من قبل ما تقولي لي اسمه ايه؟ توت عنخ امون. يا سلام. مش كان اصغر ملك جه في تاريخ مصر؟ ايه عملته او حالك ان توت عنخ امون محتاج بيبي؟ بيبي ما هو ده الرزع. كان ابن بيبي الاول. هو ملك كان طفل اتولد بقى ملك. طيب هو ما بنى مسلق، بنى حاجه كده؟ لا ولا معابد ولا كده. لا بس هو بصراحه قرب. ها اجابته اديله نص درجه عليها. هو ملك كان طفل اتولد بقى ملك. لا انا في التاريخ تعالوا لي. ماشي نسمع الاجابه الصح. طيب بقى هنجيلك نسمع الاجابه المظبوطه. ايوه يا ريت. ماشي. هو من الاسره السادسه مبدئيا، تمام، وصاحب اطول مده حكم في مصر. صح. حكم مصر 94 سنة. أيوة. مات وهو عنده 100 سنة. أوف. طب ثانية. أمال بقى حكم وهو قد كده بقى. سنين؟ حكم وهو عنده 6 سنين. بيبي بقى. بالظبط. عظمة على عظمة. حلو. نص درجة هنا ونص درجة هنا، حاولوا يعني قربوا. حبيبي لا سوري. مين في حاجة بتتحدث من هنا؟ إيه مفيش. إيه يا أسطى؟ جت وشه جت شنب. أنا بقول لك إيه يا أسطى؟ أنا بقول لك مفيش حاجة. أنت بتقول حاجات. أنت بتعمل حاجات. إيه اللي حصل؟ قلت لك في شغف في الفصل يا مستر. في شغف؟ أيوه. في إيه؟ شغف. معلش. يعني إيه شغف؟ ده زي الكرفس كده. ملك الخضار. في إيه؟ في إيه؟ عجبتك قوي. اطلع بره. في واحد ورا اتبسط قوي. بمناسبه الكرفس، بما انك قلت كرفس عندي سؤال عن الكرفس، ناخده؟ وزن لنا حاجه كويسه يعني. حلو نوزن حاجه كويسه. عارفين الكرفس كلنا طبعا. صح. حلو. البلدي ولا الفرنساوي؟ السنوري ولا الكرفس البلدي بتاعنا؟ في ناس كتير بتعتبر الكرفس مفيد جدا وبيقولوا ان سعراته اللي هو الكالوريز بتاعته بالماينس. علل. يعني ايه علل؟ يعني ايه يعني؟ هو يعني لماذا بما تفسر كل مره يقول لماذا؟ مش فاهمين يعني. المفروض كل حاجه ليها سعرات حراريه معينه. طب ليه ده بقى بالناقص يعني؟ ناقصها سعرات حراريه. طب هنقول له يعني احنا هنعرف منين ليه؟ انا ده اللي انا بقوله عشان بيساعد على الحرق يا مستر حزم. بالظبط. يعني ايه ده صحيح؟ اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. يا سلام يا لا.
يا حبيبتي. لا لا إجابة صحيحة. ده نتيجة إن سعراته بالسالب مش سبب إن سعراته بالسالب. تمام. لا هو سعراته الحرارية قليلة قوي بيديها للجسم بس بيساعد إن الجسم يحرق أكتر، فهو النسبة اللي بيدخلها أقل. خسران فيها. طيب السؤال الجاي ده سؤال تشغيل دماغ، سؤال حلو. ده بجيبه منين؟ كلمة واحدة فقط من الحروف دي، يلا بينا. ماشي استنى. لا كلمة واحدة فقط من الحروف دي. فيها بي قلم فلوماستر. انت رزعته جاهزين؟ جاهز؟ تعال ماما هتعملها. ازاي دي هتيجي ازاي؟ وحشك التدريس يا حبيبتي. عايز حاجة تاني؟ فاجئينا بقى. فاجئينا. كلمة واحدة فقط. برافو عليك يا عطلة. ماما يا جماعة. هاي. يا اختي اسم الله عليك يا وجي. هاي. وبمناسبة البهارات عايزكم تكتبوا في الكومنتات ايه هو ملك البهارات. اكتبوا لي بقى ايه هو، هختار منكم ناس تكسب هدايا من دومتي. يلا عشان مدلعكم. كمل بقى الحلقة. يلا عايزين سؤال كمان ولا سؤال كمان نحاول على سؤال كمان نحاول. طب انا هروح اعمل حاجة اشرب مية زي ما انتم. ماشي ركزي ارجوك. ماشي ليه؟ معرفش. قلب ماما معاك المرش بتاع البسكيت. ايوه طبعا. الله ماما انتوا عندكم حد بحرية؟ ايه ده بتعمل ايه؟ اتفضل يا قلبي. ماما حبيبتي جايبالي اكل. جعان يا حبيبي مش هينفع اسيبه كده. قلت لك كل كاكي في البيت. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ايه اللي في العيش ده؟ دي بابريكا. دي بابريكا؟ بابريكا. انا عايز. مفيش اشمعنى واسمعين. معاك حاجة يا احمد؟ جعان يا بابا. امي مجوعاني. بذمتك. ايه؟ انا مش قلت لك اصحى بدري عشان تاكل قبل ما تنزل؟ خد يا البس. ده من ايه ده؟ لا معلش انا بس ايه ده لايت ما هصادر الكلام. ده حلو كله خيارة؟ خيار ماشي حلو الخيار. لا خلاص بقى تقولوش خيار. ما تسيبلوش خيار. مش هيديها ده منك. ما سابلكش خيار انت. طيب طيب يا بهوات السؤال ده اجابته في 2، لو صح هتزيدوا 20 ولو غلط هتنقصوا 10 عقابا ليكوا عشان تطلعوا اكل تاكلوا في الحصه من غير استئذان. طب احنا مالنا؟ احنا ما طلعناش. لا معلش السيئه عم. دومتي عامله سندوتشات 2 منهم حلو واربعه منهم حادق. طبعا حلو الكلام. يبقى كام؟ 6. ازاي نطلع رقم 6 لما اديك 4 ستات؟ اما ايه؟ اهم ايه؟ ادي 6 2 3 4 هنعمل عمليه حسابيه هنا كده. لا تدينا 6. هنبهر لو انت عرفتها. اجهز عشان هتنبهر. طيب ماشي ماشي ماشي. تسمح لي اطلع؟ اتفضل ارجوك. 6 ناقص 6 تساوي كام؟ 0. طب لو زائد 6 تساوي 6 يا باشا. انا ضربت ربقه اتنين بقه وتربيل الاتنين ملي. التلاجة عطلانة ما فيهاش برتقال. انت كنت عارف انه بيرقص كده؟ ايه المعلوماني اصلا؟ صح هي دي صح. بس انت مش عايز يساوي في العمليه صح؟ انا عايز بعد كده يساوي يعني لما نحسب دول يديني 6. انا كنت حاسس ان ده اللي انت عايزه. فرصه تعمل ده يعني هنحسب لهم هنا نص درجه. انا كنت حاسس نص درجه. هتاخد 10. ماشي ماشي ايوه صح ده نص. هتاخد 10. ايوه صح 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 صح. الله. ايوه يا بهوات. يا سلام. ايوه يا بهوات. يا بهوات حليها حليها. مش محتاجه تعريف. ماما اهلا وسهلا. حل ايه وغدا ايه؟ ده لايت. بص والنبي هو انا مش عامله لك سندوتشات سبتها ليه؟ فين السندوتشات الدومتي اللي انا حطها لك على السفره؟ سيب 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 حكايه. انت متخنفس متخنفس. ايوه انا مش مطلعه القميص البني. مش حلو. انا سمعت مش حلو. ايه مش لايق. مش حلو. ايه وايه ده؟ ايه بعدين؟ طب في البيت. في البيت. في البيت. ايه ده؟ انا بريستيجي ما حد يقول لي زوزو وانت تطلعي تعملي كده وانا ناقص. انا مش ناقص يا ابني. انت ليك هيبه. ده انا في يوم هصحى الاقيك لابس شورت. والله اصحى
ألاقيك لابس لي كاب مقلوب. لا لا ماله بقى الكاب المقلوب؟ ماله الكاب المقلوب؟ ثانية لا 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 ماله الكاب المقلوب؟ لا معلش سقف الماما يا جماعة. هنعمل مبدئيا دي زائد دي ماشي حلو، بس هنقوم جايين عاملين هنا كده ونقوم عاملين كده. لا لا تمام تمام اه حلو الكلام. قفلناها هدخل الاقواس خلاص قفلناها وعاملين كده ونروح عاملين كده تاني ونروح عاملين كده. احسب يا احمد نضرب الاول ايه مفيش ضرب هو زائد ناقص ملمومه الاول فهتحس هتحسب اللي جواها فدي هنا صفر بالظبط يبقى كده إيه؟ في 6 هتساوي صفر زائد 6 هيساوي 6. شكرا. طب ما نفس فكره الاستاذ بقى اديته نص درجه. طيب دلوقتي فقرة نص دقيقة ولم الورق بس على أسئلة صح وغلط. طول ما بتجاوبي صح لسه بتاخدي أسئلة والسكور بيزيد، غلط هوب نرجع آخر الصف. اه شفتها. اه السؤال الأول بيقول يرتدي ملوك الفراعنة إن كانوا ذكور أو إناث لحية مزيفة، صح ولا غلط؟ يعني في بعض الملكات حتشبسوت حطت اللحية. يبقى صح ولا غلط؟ يبقى صح. صح برافو. الصوت الفرعوني لنباح الكلب هو هاو هاو. كانوا مسميينه كده صح ولا غلط؟ الصوت الفرعوني كان للاسف غلط كان ايو ايو. مين بقى؟ يعني ايه؟ الكلب بيقول ايو ايو؟ هم مسميين صوته كده ما كانوش قايلين عليه هو هو كانوا او اوا تقريبا. ايو ايو؟ ايو ايو انا اسف. ايو ايو يعني اروح الاقي موكا بيقول ايو؟ ايوه. دومتي سوبريم اللي بتعمل بسطرمه معاه ريحان بس، صح ولا غلط؟ غلط. برافو برافو ده ده مع إيه؟ بابريكا. أنتج المصريين القدماء صبغة تعرف بالأحمر الفرعوني كانت من النحاس والجير، صح ولا غلط؟ صح. غلط. غلط كان أزرق فرعوني. معلش رجعي ورا زي الأصفر كموني كده. في مسلسل عائلة الحاج متولي أيوه نور الشريف اتجوز 5. أيوه صح. برافو عليك. الحلو من دومتي سوبريم في عيش بيروش، صح ولا لا؟ صح طبعا. برافو. كانت منطقه العين عند القدماء المصريين دائما مطليه بالكحل الاسود لانهم اعتقدوا عيونهم هتشبه عيون الاله امون، صح ولا غلط؟ غلط كان كحلي. لا مش الغلط مش هنا كان حورس مش امون. ماما انها غلط ماما انها غلط بالظبط. ابني وجنني وجنني. اطلق المصريون القدماء على وطنهم كيمت اي الارض السوداء. لا مش الارض السوداء بس ارجع كانت كيمت. ارجع ارجع كانت ارجع 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 ارجع. انشأ علماء الفلك المصريون القدماء تقويما يشبه الى حد كبير تقويم الحالي بناء على دوران الشمس. لا ثانيه واحده ثانيه. هو ايه السؤال؟ طيب صح صح برافو. طيب مرات اخوك ومراتك عدايل، صح ولا غلط؟ عدايل ولا سلايف؟ سلايف. سلايف غلط. برافو. احمد سعد اختياراته مدمره حياته. ايه؟ عليك. اللعبه الكرويه التي تستخدم اكبر ملعب هي كره القدم. غلط. برافو. امال ايه؟ كره القدم الامريكيه. لا الجولف. اول هدف لفلافيو مع الاهلي كان براسه. بس غلط. برافو. اصل حسيت ان هي مش شو اسمه اله عصير العنب والذي يحمي المتوفي ويزوده بالطعام؟ ده سؤال شو اسمه؟ اللي هو شو اسمه اله لا صح ولا ايه ايه صح ولا شو اسمه؟ اله عصير العنب واللي كان بيحمي المتوفي ويزوده بالطعام عند الفراعنه. لا ما اعرفش. صح صح. ايه ده ده احنا تطورنا جامد. برافو. لا عوضته عوضته جامد ما شاء الله. سؤال لم المنهج. السؤال ده لو صح 100 درجة ولو غلط ننقص 50 درجة. عامل لكم سؤال لذيذ جدا للأسف لازم تجاوبوا عليه انتوا الاتنين. أنا هقول جمل. الجمل دي تعريف لكلمة. دايما الكلمة آخرها ألف وجيم. إيه؟ ألف وجيم كلمة. لازم نلاقي كلمة آخرها ألف وجيم. آخرها آج. اللي هيجاوب اكتر هو اللي هيكسب. مكان بنركن فيه العربيات. جراج. جراج. انا 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 ممتاز بصراحه. تعادل. مناسبه بتربط بين اتنين. زواج.
قالها هو الاول. تدليك الجسم والعضلات مساج. الله، قلناها مع بعض. مع بعض تعادل. عكس استهلاك انتاج. مع بعض تعادل. انا ارزع. لا 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 انا ما شفتش كده. برفان فرنساوي سوفاج. صح. حاجة مصدرها انياب الفيل. العج. انا قلتها، انا قلتها الاول. طب دي انت لازم تعرفها بسرعة قبلهم. اصلا سيبها له. قص ولزق زي مونتاج. موجودة في المكتب بنشيل فيها حاجات. ادراج. يا الله. اخر واحدة دي صعبة بقى، دي اصعب واحدة. اخر واحدة يا ترجع بيها يا سلام. يا نهار ابيض. طيارة حربية فرنسية. ميراج. يا بس ما دوسناش. دوسنا يا عم، دوس خلاص خلاص. ايه يا عم القوانين دي؟ ما انا اعرف منين الطيارة الفرنسية الحربية. بقول لك شوف الاخبار يا احمد. شوف الاخبار يا احمد. للاسف السؤال ده كان تعادل. ايه؟ هقول جملة تانية واللي هيلحق بقى هو اللي هياخد السؤال ده. يا نهار ابيض. الجملة بتقول اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. جو على سؤال الحلقة عشان تكسبوا الهدايا. يعني هراجع الكومنتات بنفسي واختار بنفسي. لايك شير سبسكرايب. والسؤال بيقول جاهزين؟ جاهزين يا رب يا رب. حاجة شفافة. زجاج. يعني ايه؟ شايف البصة حد يحط لها في ايده نضارة كده تنزل عليها. فريق كسبان أمي وأمي. أمنا. كوسة 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 كوسة. ده جاب لحضرتك هدية والله العظيم. يعني الخسران طنط بس. ماشي. كفاية حسك في الدنيا. ده تضربي بيه حاجة. براية. براية. ولو عصام ضايقك احمد بقى. لو عصام ضايقك مشكلة تانية. ايوه صح لو احمد. لانش بوكس. الو الو. بصوا النبي بصوا النبي. ثانك يو سو ماتش. ده انا والشفا كده. ده حل اتحدى. ايه ده؟ جبنه كريمي بالبيتزا وشوكولاته. عشانك انت. تعال مش هتعمل دايت اهو. حاطط لك اللايت ده جميل جدا. جامد. وسي فود. ده فيه ده عشان الدايت بتاعك. مرسي مرسي مرسي. تسعفونا احنا كسبانين يعني. لا 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 شوف محدش راضي. اول مره محدش متعودين. محدش مبسوط.